طب ده انا مفيش شعره واحده بيت. هتبص كويس يا ولادي. هتعيشي طول عمرك وتموتي كدابه. طيب يا اختي، انا عايزه اسمع منك انت يا حلوه، شكلك كده اشطر واحده فيهم. اصلها بتتكسف. هو في نسوان بتتكسف اليومين دول ولا ايه؟ اصلها ما بتتكلمش خالص. الكسوف حلو بردك. طيب اسيبكوا بقى عشان تقعدوا براحتكم. عن اذنك يا ناهد. اتفضلي. خدي راحتك يا حلوه. الا بحق بقى، انت من ساعه ما جيتي ما نطقتيش كلمه واحده. انت مين؟ انا ما عنديش زمايل في المستشفى منقبات. انا وليدي ناهد. نهارك اسود. انت بتعمل ايه؟ اطلع يا بنتي واقفل الباب وراكي. عايزه امك في حاجه بيني وبينها. اطلعي يا دير. اطلعي اطلعي. اسمعي، هتحطي يدك على المصحف وهتحكي كل حاجه بصراحه. اقسم بالله العلي العظيم لو طلعتي كدابه في كلمه واحده ضربوا هبه عندي. ها؟ خير يا غنيمة، في حاجة؟ أنا بقول تاخد ناحد وتسكنها بره. مالها؟ ما ملهاش. ذكية منح لله. هي اللي ما عاوزاكش تخلف الواد. خايفة الواد يجش، خايفة على الورث. خلاص. نمشوها. تطلع من الفيلا وخلصنا. يا ريته كان ينفع يا أخوي. هيقولوا منصور طرد أخوه. يعني انت جاية عشان ناهد مش عشانك يا غنيمة؟ لا عشان غنيمة ولا عشان ناهد، عشان الحلم، عشانك انت يا منصور. لو قلت لك ان مش هتطمن على الواد الا وناهد تحت عينيكي. بتحيرني ليه بس يا اخوي؟ حاضر، يبقى لله الامر من قبل ومن بعد. و
ولو حاولت الحية دي ترفع راسها أقسم بالله العلي العظيم لكون كسرها لي. هدير يا ابو هبه. بل لما سافرنا اكتشفت انها ما كانتش بتروح المدرسه. قلت جايز نمرها وحشه، خايفه من ماده من المواد. رحت المدرسه كلهم بيشكروا فيها وبيقولوا عليها شاطره ممتازه، وده اللي قلقني. كل دي عادي يا ناهد، تلقاها بس متضايقه ان امها اتجوزت. لا 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 لا، انا عارفه بنتي كويس قوي، انا حاسه انها مخبيه علي حاجه. أنا خايفة إن يكون حد ضحك عليها، دي البنت ما بتشوفش النوم. ما تخافيشي، ما تخافيشي، ما تخافيشي. سيبنا شوية يا ربيع. حاضر يا كبير. قولي لي يا هدير، أنا سامعك. أقول إيه؟ أمك حاسة إن في حد شغلك. أنا؟ لا والله العظيم ما فيش حاجة. لا والله العظيم ما فيش حاجة؟ أمال تكره تروحي المدرسة ليه؟ ما عاوزاش تتعلمي ولا أنا السبب؟ أنت لا يعني يمكن تكوني متضايقة عشان اتجوزت أمك؟ لا أبدا والله العظيم، ده أنا حتى مبسوطة أوي إن ماما ارتاحت مع حضرتك. أمال مالك؟ في إيه؟ في إيه يا هدير؟ تسيب البنت بعد كده معاها ليل ونهار، هقتلك لو سبتيها تاني. كنت في حمام يا فندم والله. حمام ايه ونيلة ايه؟ ما تسيبهاش، انا هجيب لك واحدة تانية تساعدك. انت وهي ما تسيبوش البنت لحظة واحدة، انت فاهمة؟ يلا امشي. يا
ممكن تفهميني ايه اللي انت بتهببيه ده؟ يا هانم يا هانم ما تردي عليا.